صدم الفنان المصري عمرو دياب متابعيه ومعجبيه بمظهره الجديد المختلف بأحدث الحفلات اللي أحياها، مطلقاً شاربيه على غير العادة. بالتفاصيل، لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه دياب قرر تجديد إطلالته واتباع أسلوب مختلف بمظهره، لا سيما أنه هو معروف بحلاقة شاربه ولحيته، فلم نشهد أنه أقدم الهضبة على إطلاق شاربه من بداية مسيرته الفنية، مما عرضه لحملة سخرية ومطالبات بحلاقة شاربه والعودة لمظهره المعتاد. وسخرت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح من دياب وعلقت: شباب هذا الجيل، أرجوكم بلاش شنب بائع البطيخ ده، عمرو دياب يعمل اللي هو عايزه والموضة بتاعته توقف عنده، نتفرج ونسقف ونقول هي من بعيد، أرجوكم ما يأتي من عمرو دياب يبقى عند عمرو دياب، وشكرا على كده. ولفتت إحداهن إلى أن الشباب رح يبدأوا بتقليد دياب، وحذرت من ذلك قائلة: لا لا، لي شنب وسكسوكا، بكرة كل الشباب بيعملوها، الله يعنا على الأشكال اللي رح نشوفها هالصيفية. وشبهته إحداهن بالفنان الإسباني أنطونيو بانديراس من فيلم The Mask of Zorro، وعلق آخر: ده مش عمرو دياب، ده كارلوس دياب.